بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو، خصوصا أن احنا حاسين في ارتفاع كده في درجات الحرارة اليومين دول. بالفعل يمكن احنا بنشهد خلال هذه الايام ارتفاعات ملحوظه كمان في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. يمكن بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 27 درجه مئويه، ودي تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 درجات. اليوم هنوصل لذروه الارتفاعات، يعني اليوم هنسجل اعلى درجه حراره على مدار الاسبوع كله، واللي هتكون عظمى على القاهره الكبرى 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الجنوبيه القادمه من الصحراء الغربيه. الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالاضافه كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وارتفاع قيم درجات الحراره. الاجواء اليوم هتشبه الاجواء الربيعيه الحاره فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، بعض المناطق كمان من السواحل الشماليه الشرقيه، ما الى للحراره في السواحل الشماليه الغربيه وبعض المناطق من جنوب سيناء. ده هيكون فتره النهار. فترات الليل طبعا مع الغياب التام لاشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، بس احنا بنلاحظ الليالي دي مع ارتفاع قيم درجات الحراره فتره النهار، ملاحظين كمان ان فترات الليل الصغرى بدات ترتفع، بدات تكون 16 و17 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فاجواء فتره الليل اصبحت اجواء بارده في ساعات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر او فترات. بس احنا معانا في نشاط للرياح ممكن يقلل درجات الحراره بالليل شويه زياده؟ هو اليوم بالفعل هيكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح تكون ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ونشاط الرياح ده هيكون موجود بالفعل معايا على مدار اليوم كله، وده يحسسني ببعض البروده طبعا خلال فترات الليل، خاصه كمان ان احنا هنلاحظ الفرق الكبير في قيم درجات الحراره بين النهار والليل. احنا اليوم الفرق يتجاوز ال 14 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، يعني فتره النهار 30 درجه مئويه، فترات الليل 16 او 17 درجه مئويه، ففي فرق كبير بين فترات النهار فترات الليل طبعا لازم هناخد بالنا منه. كمان نشاط رياح اليوم هيكون مثير للرمال والأتربة، فده طبعا هيؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية في الأماكن المكشوفة أو الأماكن المفتوحة، وخاصة كمان الأتربة والرمال المثارة هتبقى موجودة في سواحلنا الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال محافظة البحر الأحمر، شمال الصعيد. يمكن اغلب المناطق الشماليه هيكون فيها اتربه ورمال مثاره، وده هيؤدي لانخفاض في مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق وخاصه الطرق الصحراويه او الطرق المكشوفه. سرعتها قد ايه يا فندم الرياح دي، وهل هي هتاثر على اعمالنا اليوميه ولا لا؟ هي طبعا سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ان شاء الله مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه، لكن هتاثر طبعا على مستوى الرؤيه الافقيه على الطريق، يعني ممكن ده يؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، ده كمان ممكن يأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لأنها طبعا محسوسة بشكل كبير وخاصة في المنطقة الغربية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الغربية، فده ممكن يأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية. اليوم كمان متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار لكن على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية على فترات متقطعة، يمكن كمان تبدأ بعد فترة الظهيرة مع فترات المساء. درجات الحرارة اليوم فيها ارتفاع ملحوظ، غدا السبت إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة بحوالي 6 درجات عن اليوم في أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعلى مدار الأسبوع المقبل إن شاء الله كل أيام الأسبوع هتبقى قيم درجات الحرارة يعني حول المعدلات منخفضة، ما فيهاش ارتفاعات ملحوظة، لأن احنا خلاص بدأنا شهر مارس اللي دايما معدلات المناخية بتكون أعلى من شهر سين، فاحنا تدريجيا المعدل الطبيعي أو المعدل الشهري هيكون حول 22 درجة مئوية، بعض الأيام هتكون أعلى من المعدل أو أقل من المعدل، لكن احنا بنأكد إن الفترة دي هي فترة انتقالية ما بين الشتاء والربيع، بيحصل دايما
تذبذب واختلاف كبير في قيم درجات الحراره بين اليوم والثاني. احنا شايفين النهارده عظمى على القاهره الكبرى 30 درجه مئويه، بكره 24، وكمان الحد هتكون 23، ففي اختلاف كبير في قيم درجات الحراره. الليالي اللي جايه كمان هنقعد ثاني للاجواء الشديده في البروده في فترات الليل، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير عدم تخفيف الملابس، ده اللي بناكد عليه في الفتره دي، عدم الانخداع بالدفء وعدم يعني احساسنا بارتفاع درجات الحراره يخلينا نحس بان احنا عاوزين نغير الملابس. بناكد عدم تخفيف الملابس، صحيح. استمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه واحنا خارجين النهارده لازم نرتدي الكمامات. القياده طبعا تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، ونستمر في المتابعه الجيده لنشرات الجوائز. طيب نطمن كمان على حركه الملاحه البحريه، وكمان نسبه الرطوبه بقى مع ارتفاع درجات الحراره دي نسبتها كبيره ولا قليله؟ هو طبعا اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا جاي من المناطق الصحراويه، فنسب الرطوبه بتكون منخفضه بشكل كبير، فده بالتالي كمان مقلل فرص الامطار اللي ممكن تبقى موجوده معانا، فده مش هيساعد ان احنا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير. لكن طبعا قيم درجات الحراره مرتفعه، لكن نسب الرطوبه منخفضه، لا تتجاوز ال 75% في المناطق الشماليه، وطبعا المناطق الجنوبيه كمان بتبقى اقل قيم او نسب رطوبه. فترات النهار بتبقى اقل كمان، بتبقى حوالي ال 35 وال 25%، فده قليل جدا، خاصه زي ما ذكرنا مع وجود نشاط رياح مش هيحسسنا بنسب الرطوبه الموجوده. بالنسبه لحركه الملاحه البحريه، هي حركه الملاحه البحريه اليوم هتكون معتدله على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2 متر، هنقول البحر المتوسط مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، وايضا البحر الاحمر ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه. دايما قبل ما بسيبك خصوصا يوم الجمعه بحب اعرف ايه اكتر الاماكن اللي في مصر او في المحافظات المصريه المختلفه اللي نقدر نروح فيها والجو فيها يكون لطيف. هو طبعا اليوم في معظم الاماكن الموجوده او المطله على البحر الاحمر زي شرم الشيخ والغردقه قيم درجات الحراره حول المعدلات دي مرتفعه بالشكل الكبير، يعني احنا متوقع اليوم العظمى على شرم الشيخ او الغردقه بتتراوح ما بين 26 27 درجه مئويه، يمكن اقل كمان من القاهره الكبرى. كمان الجو فيها مشمس ومستقر بشكل كبير، نشاط رياح كمان الموجود هو بس ممكن يأثر على الأكتبة والرمال المثارة، لكن نقدر نستمتع بالأجواء. ويمكن أغلب مناطق الجمهورية الحمد لله الأجواء فيها مستقرة، هو فقط بس الارتفاع اليوم الملحوظ في قيم درجات الحرارة في أغلب المحافظات، لكن بكرة إن شاء الله نقدر نستمتع بالأجواء في كافة محافظات الجمهورية. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 30 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 30 17، اسكندرية 27 14، والعالمية الجديدة 26 14، مطروح 25 12، ودمياط 29 15، بورسعيد 29 16، الإسماعيلية 30 14. نروح للسويس العظمى فيها 29-15، العريش 27-14، كاترين 21-4، وطابة 26-4، حلايب 24-17، وشلاتين 25-17، شرم الشيخ 28-17، الغردقة 28-15. الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 15، بني سويف 29-14، الوادي الجديد 32-13، وأسيوط 30-11، سوهاج 30-14، قنا 31-14، الأقصر 31-15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 16. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لجمانة محمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا.